الحاجة مساء الخير. مساء النور وفل العطور عليك وعلى المشاهدين احبابي. عليك وعلى المشاهدين، شنو حلقتنا اليوم؟ غنديروا لهم واحد الاكله العشاء ان شاء الله ديال سنطير، كتجي روعه ان شاء الله. زوينه انا بعدا كتعجبني، انا كنقول كتعجبني عارف ان شاء الله تعجبهم. حتى هما غتعجبهم ان شاء الله. لا زوينه زوينه، كيبغيو الوليدات وفيها الخضره صحيه. الخضره ما كتجيش باينه فيه، كيجي هو غالب على الخضره. نبداو اكله بالخضره. ايه شنو عندنا فيه؟ عندنا 200 كيلو ديال سنطير، ها هو كيجي مفرش هو منه، ها هو نص كيلو، نص كيلو ديال سنطير. عندنا فلفله وحده حمراء، عندنا بصله مشلضه، عندنا خيز زواق ولا جوج، انا درت جوج، وفلفله حمراء، فلفله خضراء وفلفله حمراء، جوج فلافل، وعندنا جوج معالق ديال مطيشات الحك. لا عندك ديال الدار بالطريقه اللي صايبتها الحاجه، انت رغات له حنجوه نديروها، ما عندكش ديري جوج معالق ديال مطيشات الحك. وعندنا بزيره، وعندنا مليحه، وعندنا الضامه ديال البنه اللي صايبت الحاجه، هي طلع لهم الصوره الضامه، ضامتي زوينه حيت كتلدد، وصافي ونمشيو نطيبو ان شاء الله. نمشيو للكوكوط ان شاء الله. والزبده معلقه الزبده، راه قلت معلقه الزبده ومعلقه ديال الزيت ان شاء الله. نبداو والاكله نجوى هاد الاكله هادي دابا ملي غنديروا تمشيو للكوكوط ونغولوا حيت غيتحمر هذا، غيولي ذهبي، عادي عادي يمكن لنا نديروا الخضره والماء. صافي نخليو هادشي نمشيو نطيبو. تنجوى هي الكوكوط درتها تسخن، نديروا فيها معلقه الزبده، هاي معلقه ديال الزبده في الكوكوط، راه شاعل عليها، ونزيدوا عليها معلقه ديال الزيت، هاي معلقه ديال الزيت. الزيت ماشي بلديه ياك؟ لا عادي عادي، معلقه ديال الزيت عاديه باش ما تحرقش لينا ديك الزبيده. ها هي هاد الزبيده، دابا باش غنديروا نجوا غنزيدوا داك لسان الطير. هانتي نجوا، دابا هي الزبيده سيرا كدوب، ونزيدوا داك لسان ديال الطير ونشحروا حتى يولي ذهبي. هانتي نجوا ونشحروا في ديك الزبيده وديك المعلقه ديال الزيت تيولي ذهبي ويولي زوين. ملي غيولي ذهبي انا جوا غنرجعوا نوريهم شنو كاين ان شاء الله. صافي ها هو دابا انا غنبقى نشحر فيه تيولي ذهبي. كيتحمر شتي نجوا، ها هو بدا كيعطينا اللون، شتي شتي هو بدا كيطحك، ضروري ياخذ داك اللون ذهبي باش كيجي مفرز. انا جوا كيجي مفرز، كيجي غزال فواع. شتي نجوى دابا بان لك اللون، بان لك شتي. شوفي دابا ملي كيبدا يعطي هذا اللون خاص الانسان يسرع، ف النفيسة كيبدا يحمر. دابا التحميره كتخليه يجي مفرز. نجوى طيب هاد التحميره هاد اللي كنحمروا فيها هاد الصنطير هاد الطريق. ديروا دابا الخضيره، شفتي دابا باقي بعدا. شوفي شوفي ولي المهم يولي اييه الشيرات شدات ولي لونو ذهبي. هنا واحد شويه في الدقيقه ندير. دابا غنزيد البصله، ها هي بصيله، نزيد حتى خيزه حتى هوايا ونشحروا كلشي. سمعي داك الش قلتي لي هذاك السانتيك كيرجع اللون ديالو الاصلي، كيرجع اللون الاصلي. ها هو ملي غنحطو غادي تشوفي. نزيدو ميشي فريسكات البزار، غير شويه غير معلقة البزار باش نجينا الحار. نزيدو الدامة البنة ديال اللي صيبت الحاجة، كل دامتي إلا مكانتش موجودة الإنسان يوجدها على خاطرو. ها هي نفرشناها، نزيدو الفلافل الاخرين. عمري لي عفاتي الماء في المقراج الله يرضى عليك، سمحوا لي درت يديا معليش بنت فيها البركة. صافي ونشحرو ونديرو الماء ونروو القياس ديال نغطيو الرو السنطير يتغطى بالماء نجوى، وغنسد عليه نسد عليه باش يطيب فيه ساعة. نسد عليه عرفتي شحال غتسدو عليه؟ بحال الشكل ديال الروز. نسدو عليه نسدو عليه 10 دقائق ربع ساعة، نعطيهم انا ربع ساعة والعافية شوية متوسطة. شتي ها هو جا معلك، هانتي شوفي كيتعلك هاد الخضرة مع السنطير، شفتي انا جوا شوفي. دابا هاد الخضره ما غاتجيش باينه، غيجي غالب عليها هاد الصنطير. ها هو الماء بس يا حبيبتي بدات
يجي معلك صافي ونراوي. بسم الله الماء يكون طالع على لسان الطير، ما تخافوش واخا يكون طالع عليه راه كيشرب كلشي الماء ديالو كيشربه. نديرو القياس الكافي اللي ما يجيناش ناشف. شطاتني الماء بالعبار عطاتك هذا الحد في القد. صافي صافي انا جوابنيتي، ودابا غنسد عليه ونخليه يطيب. غنسد عليه ربع ساعه كما قلت، والنار متوسطه ماشي عاليه ان شاء الله. ايوا نبينا عليه السلام. حنا قلنا في المقادير جمعي القد ديال مطيشه الحب، كانت مطيشه ديال الدار اللي صيفط الحاجه هي هذيك، ما كانتش نديرو مطيشه الحب. جوج معالق ازيدي مازال الماء، نزيدو شويه شويه شويه، المهم نغطيو لسان الطير نغطيو حيت ما خاصش يجي ناشف، يجينا شويه فازر باش نقدروا ناكلو ونبلعوه يجي زوين. يلا دابا صافي هاجو، دابا غنسد عليه ونخليه كما قلنا ربع ساعه على النار ان شاء الله. من بعد ربع ساعه ملي طاب، دابا خلينا الكوكوط حتى تهدنات حتى بردات ماشي تبرد، غير ما تبقاش الصفاره عاطيه تش ونحلو عليها. هيا دابا شوفي الخضره كي طالعه الفوق، ولكن هانتي شوفي شتي شوفي لسان الطير هو غالب. دابا قد ما خليناها قد ما مزيان، وهي من الاحسن تتكال بحال هكا فازقه شويه ما تكونش ناشفه كاع. هانتي شتي شوفي حبه حبه لا تنجبد معايا القط. هانتي انا شوفي شتي هي حبه حبه شتي، ما كيجيش معجن ولا كيجي ملصق ما بعدياته ولا واخا يصبح حتى الصباح شتي. المهم عندنا هي الدراري ياكلوا الخضره الريحه ديالو زوينه. ولا بغينا نجوا دابا بحال هكا كنا جا عندنا شي حد على غفله كنا دايرين، نشدو تجيله صغيره نديرو فيها الاقامه ونشرملوها ونديرو وسطها واحد بصيله واحد عود ديال الازير ونديروها بابي الومنيوم بابي ديال هو الاول. كنتي صوبتيها هنا؟ لا ماشي دجاجه بالاعشاب من غير هذيك، هذه وحده صينه تخليها صينه تلويها بالزربه وتخشيها في الفران طيب، ما تجي هي فين طيب حتى كيطيب لسان الطير وكديرها من الفوق في الطبسيل كتجي روعه. هذيك اللي صوبتي من الاعشاب زوينه طلع لهم الصوره الان اللي بغى ان شاء الله يجربها. سدي في الطريقه اللي بغى يديرها واخا عن نص ويديرها فوق لسان الطير كتجي غزاله كتجي اكله كامله ان شاء الله. صافي دابا نصبو في شي طبيصيل. دابا نيت عطيني بنيتي طبسيط. تبارك الله على الحاجه الله يبارك فيك. عاد القميص ديال التضخيم هذا شي خصني نقربو انا. ها دابا تحطو انا شنو تحطو دابا. بسم الله هانتي انا جوا شوفي كي داير مفرز معجن ما والو. والطريقه الخطيره هي هذيك الشحار اللي شحرنا لسان الطير في الاول، هذاك هو السر باش كي باش كيجي زوين كيجي مفرز. نحط كلشي اللي بغيتي، ما يهزش الطبسيل نخليو اللي باقي. ما يهزش الطبسيل نديرو في جبيبنات. لا شوفي تبارك الله درنا 6 كيلو لسان الطير تبارك الله. الخضره الغزال باينه وصحي انا جوا صحي الوليدات حاجه. القفطان غزال القفطان غزال نعم القفطان غزال الله يعطيك الصحه. انا خلي لي خويا مسكين جابوا لي من قطر. هاك غزال تبارك الله. انا خيط صح حتى اللون زوين. نرجعوا للوصفه يلا باش ما ناخذوش من الاضواء ياك. اختي هذه عافاك الله يخليك. هانتي نجوى ها هو شوفي كي داير شوفي شوفي ما تشبعيش منو انا نجوى. نتمنى يصيبوه العشاء لوليداتهم، ولا بغاو يديروا فوق دجاجه راه كما قلت لكم يديروا نص دجاجه ولا ربع دجاج ولا يشدوا يشرملوا ويخشوا يديروا فقاعات في الفران ويديروهم الفوق كتجي اكله كامله للغدا ولا العشاء. هانتي نجوى شوفي شوفي بحال دايره صفة الروز زوين شوفي العشاء سريع. المذاق ما نقولش لك فيه ساعة العشاء فيه ساعة. الله يعطيك الصحة الحاجة بالصحة وبالراحة كان على وصفة ديال اليوم بصحتكم.
ما عندك الصحاب والصخره ان شاء الله، وان شاء الله اكيد غادي يجربوا ويردوا علينا حتى هما كي جاهم. اي وبالنسبه نجوى الكومونتيرات راني كنقراهم كلهم، الله يكبر بهم كما كيكبروا بيا، راه كنقرا التعاليق كامله كنقراهم. اييه حنا كذلك كنقراهم واخا ما كنلحقوش نجاوبوا كلشي، ولكن تبارك الله ما كنقدرش نرد عليهم ما كلشي كنقراو. شكرا لهم على التشجيع وكنفرح وكندعي معاهم والله العظيم. انا الحاجه تبارك الله عليك وصفه اخرى ان شاء الله. عليك ان شاء الله، الله يعاونك. امين. بصحه سمو براحه سمو بسلام. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.